اللي قال فتوح راه في حد ذاتها يعني فيلم، لان الفنون بشكل عام خلقات باش تعري الواقع، يعني لان اي فن كيف ما كان يعني ينبثق من معاناة، سواء كانت معاناة اجتماعية او لا شخصية او كيف ما كان النوع ديالها، هي اللي كتخلي الانسان يطلع واحد الابداع. وكنقول دائما ان الظروف ما هي الا حافز، يعني مثلا المسرح او السينما دورهم انهم يغيروا الواقع وينموا يعني الذات الانسانية، لان اي حاجة تخلقت في الكون الا وموجهة للذات، يعني من اجل الرقي بالذات البشرية، لان الفنون من سميتها هي فن، يعني شي حاجة راقية كتلامس الروح مهما كان المنبع ديالها، لان الفن كيعطي كيجمل اي حاجه، يعني سواء كانت خايبه ولا زوينه، ولكن الفن ملي كيطرحها وكيوريها للجمهور يعني كتاخذ واحد الصدى اخر. يعني مثلا القصه ديال فتوح هي ملهمه، يعني العديد من الشباب، يعني للاسف كاين الشباب اللي كيكون عنده كل شيء، ولكن كيخلي داك كل شيء كيخلق ليه واحد الفارغ، داك الفارغ كيخليه يقلب على حوايج ما بجربهمش، وبالتالي يعني ينزلق الى الهويه الانحراف. بعكس واحد اللي تربى في واحد البيئه رغم انه فقير وهذا، ولكن تربى ويعني ولا تنشا على واحد الاصول اللي هي مزيان، يعني كيحاول انه يدير شي حاجه، يعني هذاك الظروف ديالو المعاناه ديالو كتخليه كتعطيه واحد الحافز انه يغير راسو. وفتوح والعديد من الشباب انهم جعلوا من الفن ومن السينما يعني طريق النجاة. هذا باختصار انا الموضوع اللي غنتحدث عليه اليوم هو سينما الطفوله ولا سينما الطفل بشكل عام، لان يعني احنا في المغرب عندنا يعني واحد نقص كبير في سينما الطفل، يعني للاسف يعني حتى في المدارس يعني ما كاينش واحد المواكبه ديال الفنون، يعني الا بعد التجارب المحتشمه يعني في بعض يعني المدارس ماشي كلشي. اما بالنسبه لثقافه السينما عندنا في المغرب يعني نجهل عنها الكثير، يعني وخصوصا الناشئه اللي خصها تعرف دور ديال السينما، انه هي المراه ديال المجتمع، هي اللي كتحاكي الظواهر يعني وكتكشف لنا طابوهات اللي ما يقدروش ان نهضروا فيها مع والدينا، مثلا بحال التحرش الجنسي، بحال استغلال الاطفال في حوايج اللي ماشي مزيان، يعني هذا النشأ حتى هو خصو يوعى ويتثقف من خلال هذه الافلام، وخصو حتى هو يكون طرف يعني يشارك معنا في صناعه السينما، لانه هو جزء من المجتمع والهدف هو يعني في حد ذاته الطفل، يعني السينما هدفها انها توعي الطفل وفي نفس الوقت يعني تنمي الابداع الداخلي فيه. يحتل الطفل في مختلف دول العالم المتقدم محور الاهتمام الاول لكل اجهزه الحكم بشتى انواعها، تتصدرها المؤسسات الثقافيه والفنيه تلك التي تشكل هويه الطفل وترسم الخيوط الاولى لبنائه العقلي والتوعوي، الامر الذي جعله قبله التركيز الاساسيه ومصر شريان المجتمع واوردته. وتمثل السينما احد ابرز الروافد التي تغذي عقل الطفل وروحه في بدايته الاولى، ومن ثم وضعت حكومات العديد من الدول التي تولي نشاها الرعايه سينما الطفل اهميه كبرى، فباتت تنافس غيرها من السينما الروائيه ذات العائد الربحي الكبير. هنا حين نتحدث عن سينما الطفل ماشي هدف ديالنا ربحي مثل الافلام التجاريه مثلا اللي يعني انها كتستعمل نجوم الشباك باش تدخل واحد العائدات، يعني كتختار اي موضوع، المهم هو عندها الجمهور يحضر بكثافه. هنا عكسها تماما، سينما الطفل اهميه كبرى فباتت تنافس غيرها من السينما الروائيه ذات العائد الربحي الكبير، وهو ما ساهم بشكل او باخر في احداث حاله من التوازن المجتمعي الفكري والثقافي. رغم الرياده العربيه، انا غادي ندخلوا شويه العالم العربي لان اوروبا عندهم تجربه يعني رائده في سينما الطفل، في المجتمع العربي ما زالت بعض يعني التجارب محتشمه، ما عاد يعني في بعض البلدان بحال مصر يعني واللي عندهم، والان المملكه العربيه السعوديه حتى هي غاديه في هذا
فهاد الخطه، لان بحكم ان السينما كتحتاج يعني واحد الميزانيه كبيره وتكاليف، انك باش تخرج فيلم بمقومات وبجوده يعني ديال الصوره والتقنيات الحديثه اللي كتطلب واحد الميزانيه، حين حنايا في الدول يعني مثلا شمال افريقيا يعني كتعجز انها توفر هذه الميزانيات. لذا هاد الدول دول الخليج عموما وفي مصر يعني تبنوا هذا الصناعه ديال سينما الطفل. رغم الرياده العربيه في دخول عصر السينما، فان واقع السينما الموجه للطفل كان اقل حظا، اذ بدا التعريف بها في ستينيات القرن الماضي عن طريق بعض المحاولات في مصر وسوريا والعراق وفلسطين، لكنها لم ترقى بعد لمستوى الابداع القادر على المنافسه. الكاتب المتخصص في اداب الطفل يعقوب الشارومي في كتابه الصادر مؤخرا عن المركز القومي المصري لثقافه الطفل تحت عنوان سينما الاطفال في مصر والعالم العربي، اشار الى ان المسؤولين في البلدان العربيه لم يخصصوا لتلك الصناعه دعما ماليا وفنيا وتقنيا معقولا، فلم تاخذ خطوات واثبه نحو التطور. الكتاب الذي يتضمن 11 دراسة مع عرض لموضوعات 32 فيلما عرضوا في دورات مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال منذ دورته الأولى عام 1990 حتى دورة عام 2011، كشف العديد من التجارب العربية في هذا المضمار، بداية بمصر التي بدأت بتخصيص ميزانية لإنتاج 5 أفلام أخرج أحمد كامل مرسي أولها عن قضية يحيى حقي السلم اللولبي. يعني ادعو يعني الاطفال للاطلاع على هذا الروايه ديال يحيى حقي السلم اللولبي اللي تحولت من بعد الفيلم. وحين حضر وزير الثقافه انذاك عرضا خاصا للفيلم نفسه انصرف من القاعه لان ما شاهده ليس فيلما للاطفال، وهكذا توقف المشروع. لان هنايا في مصر علاش ترفض هذا الفيلم؟ لان يعري الواقع المصري، لان هنا في واحد التاريخ يعني في واحد الحقبه من تاريخ السينما المصريه كانت الرقابه هي المسيطره، يعني اي حاجه ما بغاتهاش هي يعني كتمنعها، بحال كما كيوقع في عديد من البلدان العربيه. وهنا هاد الرقابه راه تقتل الابداع، بالعكس راه هي كتمارس واحد التضليل، في عوض انها خصها تكشف وتساهم اننا نفضحوا الواقع في محاوله التغيير ديالو، بالعكس هي تزيده خنقا واختناقا القضايا الحساسة، يعني ما بغاتش أنها تخرج للواجهة. وبعدها قدمت مصر بعض الأعمال الأخرى، منها فيلم الرسوم المتحركة العصفورة عزيزة الذي فاز بجائزتين تقديريتين في مسابقة دولية لسينما الأطفال، بجانب أعمال أخرى مثل 5 واحدة وقصة شجرة والأراغوز فرقع لوز يعني باللهجة المصرية وزيزي الشقية والسندباد الأخضر ونرجس. يعني بالنسبة لفلسطين حتى هما عندهم بحكم أنهم أصحاب قضية، يعني والطفل عندهم محور مستهدف من الاحتلال الإسرائيلي، يعني يجعلوه يعني محور لموضوعهم ولقضيتهم الأولى اللي هي التحرير. يعني لأن كما كنعرفوا أن الاحتلال دائما كيستهدف الاطفال الفلسطينيين سواء بالاعتقال في ظروف غير قانونيه، يعني كيخرق القانون الدولي الانساني. مثلا كثار يعني الخروقات اللي عندهم يعني في الاراضي الفلسطينيه المحتله. بالنسبه للفلسطينيين، انتجت منظمه التحرير الفلسطينيه فيلما عن رسوم الاطفال في معسكرات اللاجئين، ورغم أن الفيلم حقق نجاحا ملموسا قد تعرض لبعض الانتقادات كونه أقرب إلى الأفلام التسجيلية، إلا أنه كونه بداية أثار إعجاب وتقدير الكثير من المهتمين بسينما الطفل العربية. يعني كنتمنى نكتفي وفتح بهذا القدر لأن طويل، ومرحبا بالأسئلة ديالكم وخاصة الأطفال يتشجعوا ويعبروا على ما في داخلهم. يلا الأطفال، كنتسنى الأسئلة ديالكم.